بكم في سهرة نهار ثلاثة على قناة الحوار التونسي برنامج أمور جميلة. ومعانا صادق حلواش. مايا سردي. وسام الحمراوي. ميغالو. بلال الميساوي. فوفو فوزي بن جمرة. كريم الغربي. معانا نصر الغربي. لحظة الكل نقبلها منهم الا اللي يخدم مع سامي الفاري. ان شاء الله ينفعك سامي الفاري. سامحني ساعة. ان شاء الله اخوي ان شاء الله نافعك انت قبل ما ينفعني. معناتها جبنا واليوم لاولاد. لحظة لن اقبل. انا لن اقبل يا فوزي. وسيم فوزي اقبل. بيك فوزي. فوزي باش يرجع اللي وزع ما تحتفظ معايا. فوزي احنا جماعه امور جديه باش يرجعونا للغلط. اش معنى الجماعه هذه؟ لا 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 باش يرجعونا للغلط. شكون الجماعه هذوما؟ انا حاسسها مش ستوفا. الجماعه اللي يخدموا في نهار الاحد هذيك. كيفاش ولا فازيت؟ ما يهمك في حد. سابوتاج. هي جاتنا هجومات بصراحه. انا ما نجمش بصراحه. من لدن اعلى سلطه. اعلى سلطه في قناه الحوار. من لدن بعث القناه. وانا بصراحه ما نجمش نرجع. انا شاهدت ذلك. انا والكوكي. تفضل. انا ما نرجعش عليه خاطر السيد هذا سامي فاني تعلمت منه الخدمه. من اللي جيت للقناه هو يخدم في بدنه وانا نخدم في الحصص. اون بليس بليل احمر. اللقطه باش تثبتوا فيها احنا لاحظت انه وقتها هو يتزوق معناتها يحاول باش يعمل حاجات تضحك علينا. لاحظت انه الضحك نتاع الجمهور اكثر من اللازم. ابارامون. لا 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 قعدنا نخمو. مش صحيح. لحظه. مش صحيح. قعدنا نخمو وجبنا لكم حصريا في امور جديه الفيرسيون الاصليه للفانات اللي قالهم سامي الفاهر علينا نحن. يلا تفرجوا معنا حصري. نورمالمون انا كرني فرحان خاطر الامور نسبيا مشيت. انا مانيش فرحان على خاطر خويا وصديقي وعشيري وزميلي نوفل ورتاني ملك لوديمات اللي كان متصدر معناتها على عرش لوديمات بامور جديه وبلاباس. نهار لحد ما يهمك في حد فك له بلاصته للاسف الشديد. تعرف قداش انا شخصيا والجمهور يحبك فبالتالي الجمهور يحب يسالك. مشاي راهي الحكايه سيريوز على الاخر. مشاي احنا قلنا فريق الانتاج مادام يمكن نفسيتك تمست وراك مقلق شويه فبالتالي قلنا علاش ما نستدعاوكش الثاني اهم برنامج في تونس اللي هو حكايات تونسيه والموضوع باش يكون. استنى 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 والموضوع باش يكون لوديمات دمر حياتي. دونك فما كواليس ما يعرفوهاش المنتفر. هذه ضحكة الغلبة. شنو اللي مش حلو؟ مش حلو مش حلو. مسكين دابا صحتي كان زين بالجلال. مش حلو. أصلا صحتي زين خاصية ما عرفتش يخدم في الحوار. زين أنت سيدي ولا باهي؟ زين في الشرفية. أون بليس إجا نقول لك نشكرك عارفي سامي وصديقي على الدعوة لبرنامج حكاية تونسية ولا معناتها حكاية تونسية ولا نهار لحد ما يفهمك في حد كيف زوزي بكي ومعناتها نمشي لاي برنامج ما عنديش مشكلة. لطف عليك لطف عليك. اسمع مش حلو ولا لو حلو.
صليوا عني حارس ولا ما تنسيش اللي الناس عرفوك في الحصه هذه كنت في جمره سيدي محروس ما سمع فيك حد كرشك بنيتها بالصحفه بالصحفه كرشك بالدجاج في رمضان عم بيتحرك ايه اما يا ما مش حلو مش حلو فهمت ما مش حلو اما حاجات ما تجيش وكان انا حبيت انا ما استاذ نوفل انا فهمتك انت معلش ما حبيتش ترد عليه على خاطرك ماكش معاك عادي درجين نحكي لا على خاطرك لا 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 هو رد عليها اصلا خلاص يا سيدي اكثر من هيك احنا بدك لينا العصاره ولا الجماعه ذي اه عشوشه اه عشوشه عطاها اه فكر لاباس ما نصتك الحصه لاباس قالك احكيوا علينا انت انا مسخفني نوفل انا مسخفني نوفل كل مره يعتذر في بلاصتنا في بالك شي مشروع كبير برشا في الجزائر نخرج احنا الضحيه اي واللي هو خطي يعني لبس هي جبت روح والله مثلت مثلت الدور بالكدا بالكدا وكيت سانسير سامحني ملا انا قريب لها والله الدمعه حسيتها سخونه كيف حسيتها سخونه شان الدمعه الصادقه تبدا سخونه لا تعرف توحدها هيك لا الدمعه الصادقه سخونه ولا صحيح ما بكيتش بسخونه لا لا انت كنت سبب باش قطعت لها خبزتها راه جا مشروع كبير باشا في تزاير كان بجيب دخان فين انت غادي كي قلت انت سيت على الكونترا بدل خذها في مقاطعه لا نو ديزولي تجارتك واحد كي يعني كي دار خيبته الانسان يولي يعني يجيب برشا اعذار احنا على كل حال احنا هناك كما قلنا في الحصص الاولانيه ماناش نداويو في المرضى نحن نشوفوا في المرض شنو نعطيو راينا اذا كان ما نعطيوش راينا من احنا علاش موجودين ديكار نعطيو راينا في حاجات يا ترى انا والراي الكل يجي علي يعني يهمني انا مش يهم الناس ومش مطالب باش ان الراي انا يهم الناس ويعجب الناس لا لا احنا ما قلنا في شيء قلنا فيها راي شنو الاشكال مريم انت بتدر ما سمعتهاش خلا خاص لك هي قالت بعد باساجي في امور جديه كنت عندي اوفر متزير بطلت كي تفرجوا فيها بالله اوفر شنو معناتها اين اخطا تاني جايك بلال اين اخطا مش تخرج في المدرسه لا هبط الدمعه لا اخطا انت كي تقول عندي ان غران بروجي سا ال دوا لو بروفي توا توا احنا طالبين باش البروف اللي هو بالحق جهه البروجي لا جهه جهه وين ريتو انت رئيس التحرير لحظه رئيس التحرير حتى بالحاجه تاع البرنامج البرنامج في الجزائر قال لك ما عندها حتى دخل امور جديه قال لك المونجين تفرجوا في كليب هي وبلال بيجي ما نعرفش حسيت قال لك قال لك غاديك لا لا مش بلال بيجي هي ما نعرفش هو واحد عريان هي عريان فوالا هي ولا هو عريان ما نعرفش تفرجوا فيه قال لك تفرجوا قال لك كما قلت دونك اتكلم حد بالحق قال لك المنجين قال لك ما تساعدنيش خاطر بابا بالنسبه لي ممكن محافظين اكثر منا فهمت من عليه السيناريو مش من الكل اللي عملته كله فين وما اللي عملتها باش تستعطف الناس في حصه اخرى كي سمعنا صوتها ما شكرناها وقلنا الحق يعني ما قلناش حاجه هذاك ما يتشافش هذاك راه ما يتشاف كان وقت انا ما قلتش حاجه عيب احنا عطينا راينا في الكليب الكليب ما عندنا شو رايك انت سير شوف مش حلو يا اسف ساعة لحظة هو انتم نحسكم تتبلاو شوية خاطري ما ليه متحدى اللي عطى راي قالت انا ضريت بعد الحصة وكهو ما قالتش راهم خايبين جماعة الحصة راهو كذا بصراحة خاطر انا كان قالت عليكم كلمة ابار بيلي ما نسكتش حتى منيها حتى منيها لا وسي نوفل انت للمرة الثانية يعني تعتذر باسمك انت الخاص باش نعمل بالله واحد عيل خبز الخشم ما يخرجش من وجه ولا كش يقولها عائلتي انتم ما تعملوا عمال ونقعد ندافع انا حق ونقعد نعتذر انا ما عمال في حصه اخرى في تلفزيون اخر ما 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 مناش تاخر شفت كيفاش وانت تحام علينا باش فوزي شي واحد كذا باش نعفس فيك ما نحامي عليك لا لا خويا انت بارك الله فيك على كل حال اي ما تصدقوش مش حلو مش حلو طيب مش حلو تو لو كان نقاح له نروح دار القاحة باهي تعرف دار هذيك تاع السادة السادة هذيك خويا يا خويا انا شحبني نقول لك هكا واني سكيتش نتاعك ماذا بيك نحكيو على يوميات مواطن يلا نمشيو لفقرتنا الاولى صار ما صارش هذا خبر يقتل بالضحك مدير حديقة البلفيدير حكى في شمس فيم قال صغير الأسد الشبل مات لأنه أمه ماهيش حنينة شنية؟ أي بوسيب أي ميجال ما صارش هذا لا صار
سير خاطر راهو فما 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 في الحيوانات قطاطس والكلاب وكذا ساعات الام تدور تاكل صغارها والا ما ترضحهمش تنفرهم معناها تصير اي تسمى ماهيش حنينه فهمت ميغال كيفاش عرفها مدير السجن قلت مخي في الحبوسات مدير البلفدير كيفاش عرف اللي هي ماهيش حنينه على ولدها معناها مثلا شد شو اسمها هي لابو. ام الشبل يجي لابوا لابوا شد الشبل وتضرب فيه بشلاكه نيلان مثلا ولا ربطته ماهيش حنينه غلط ماهيش حنينه بالحق اي ما ترضحش ما عندهاش حليب تعتري في بكويت اي ماهيش حنينه قالك اي اي الحليب غابره مش ما تعتوش دزو انا شفت انهم ميتين بشر الحيوانات في حديقه الحيوانات اللي ما عندهاش حليب مسكينه باش تعطي فاش تحب الحن معناتها فما لبو حنينه هي لبو مرت السيد سي فري وعالو ناخذ راي السيد بعدين النمر اعطينا رايك هذاك النمر ينجم يكون ما عندهاش حليب بالحق فوزي مغروم بالحيوانات معناتها ينجم يكون لبو ماهيش حنينه بالحق لا بصراحه ما عنديش فكره اما شوف الامكانيات الموجوده في بل... اي لا لا بالحق والله الامكانيات الموجوده في حديقه برك البلفيدير لا بلفيدير يعني ما نقولش حديقه حيوانات خاطر الحيوانات الموجوده مساكنه يعني يشبه كل شيء الا الحيوانات بصراحه حسب الامكانيات الموجوده اما مش تقول لي يشبه ياكل كذا بصراحه ما مش حلو مش حلو مش صادق مش حلو مش حلو صار صار اخوي صار شوفوا انا قلت صار 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 برافو شكون قال ما صارش؟ انا قلت ميغالو 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 يلا نساش ما تخافش ما تخيلوا تراه كيفاش تنجم تكون الام ماهيش حنينه ايوه نقدموا لكم ضيعه محروس مسكين توفى الشبل الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه اغزر وذنيا بالحزن هبطت وسع بالك والله يا محروس والله يا محروس يا جحشان يا اخويا شاوية يا جحشان والله يا محروس يا اخويا ترزينا فيك الشبل يا اخي احنا مش نتعشوا يا نمرود ديما بلا تخمم في كرشك ديما تخمم في كرشك انا راني الحمار حكيم نحب نفهم كيفاش توفى الشبل؟ أو تنقول كيفاش توفى؟ احكي لي يا محروس خويا احكي لي. أمه هذيك اللب ماهيش حنينة معاه. مش حنينة؟ تولد هو تولد. ما رضعته حتى مسكين تعرف منين يرضع؟ من النعجة. النعجة صبرت معاه فهمني خاطر حبيبة النعجة فهمني صبرت معاه ورضعته فهمني. النعجة مصة. نعرفها خاطر حبيبة النعجة هذيك رضعت صغار الحيوانات الكل. يا ودي تلمو رضعت صغار الحيوانات الكل ما عادش هبط حليب ولا تهبط فيه قوطة حاضر جعشان خالتي حبيبة راهي حنينة أما مسوسة شوي شنو؟ اش تقصد؟ لعبتها معناتها قصدي يا نمرود الطيب مرة كبيرة كيك عليه مرة كبيرة قصدي أمه معناتها كيف مات شعملت أمه عملت الميرش ايش عملت؟ شنو هي عندك شد الحاكم؟ شد الحاكم قضية إهمال عيال خاطر ما وكلتش ولده أمه اللبوة فهمت؟ وجبتوا لها الدوسيات قدام يا سي عادي محروس طيحوا لها سيكونس هي وضبع فهمت؟ لطف يا ربي هو يا ضباع فهمتني وجابت وتتكيف تعدلها عام ولحمه عام ولحمه الصباع هذا هي السيكونس يطيحوا اسمع ليه انا راني عارفها هو واحد ما يجيش يحكي على الولاية اما انا من ريتها تعمل في المانيكير الروز في المخالب نتاعها ولابسه محزوق نمري عرفتها ما تصلحش الله يرحم عمليات اقسم بالله لا فما حيوان ما تسلفتش منه اي الناس الكل تسلف المرة فاتت شفتها ماشية لك الحمار الوحشي باش تسلف من عنده المريول نتاع جوفانتس ولد عمي ولد عمي والله قلت له سلفني المريول ما حبش عامل هادي راجلها السيد كان كي يظهر في ساعات انت تخاف منه ذا تخاف من السيد روح روحك نمرود اغسل له تقول زين عاد نمرود شنو نمرود خوف من الناس الكل بالله مش كان كوفيرته كبيرة رمضان
لامبوز نتاع عام 80 تكون فيرته من تركيا تجيب كانت بنيه قادمه على عرس من ليبيا في الزهاد سامحنا نمرود يا كويت كرتو كل الصيد الله يرحمه الله يرحمه والله العظيم كان متعبني في حياتي انا واحد من الناس هو ارتحت منه يا ودي كان مهبلني نركب نجري في جورتي فهمتني ولا ملص ملص يحب ياكلني يا ودي مره ماكل شر غزاله شبعان شد طيح لي قدري في القهوه قهوه الطاوس انت بتبيعت وقدرك طايح لا اقسم بالله العظيم شد لي حصرني في الكواه وبالكفوف ويقول لي قلد لي صوت زرف اقسم بالله الصيده بيمي قلب ايه وكر فيوره تتفرج رجال بخراتيم هكا قاعده كيف وكر رجال تعمل اقف وانا شايف حصرني هكا وبالكف ما يجيش بالكف والله ما يجيش ارتحنا منه سيد سيد قال لي سيد يا ودي عايش على الرشت والله العظيم اقسم بالله المرة فاتت انا مروح بشتر غزالة في العيد وهو جيتو يتلاوى حكى يتلفح قدام الدار سني قال لي فماش واحد يبيع في العياري والله العظيم سيد السيد ملك الغاب ملك الغاب لا حول ولا قوة الا بالله اسمع لحظة بالله نعمل تليفون الو هذا برتلناش حطرنا باش طير لف فاش كنت تكلم في المدام في مرتي النمرة باهي باهي تو ندبر راسي النمرة دي غلط شبيه خويا شبيك تخزر لي خزرة مش بريئة والله ماذا بيا كان ندبر راسي هكا ولا شبيه خويا ما طيبتلكش عشان ايش بدك فخذ يا ذاك جيجو هذاك شبيه خويا يا معلم اسمع مش بيه يعني عدي هيلو عدي هيلو تحرش عدي هيلو مش عدي هيك تحرش اسمع بس فيا من اماكن حساس من حوافري تمس فيا مش حلو طيح لي قادر راني بهم راني نضرك را. والله راني نسكك را. والله نسكك في وجهك يا نمرود راني نسك اخي مبات من غير عشاء يا نمرود راني نسك يا ودي سك على روحك راه البهاوي متخيف راه عنده سكر ومش راني سك يا ولدي باش نتعشى باش نتعشى صلى على النبي يا نمرود تاكل جحشان جحشان عارف لو زدنا اش قلت انت زيدوا شوية ملح وناكل معاه زيدوا شوية ملح والله زيدوا شوية نمرود بالحق بالحق معناتها اخت اللعب معناتها ذيك الصور متحركه ولا ما اثبتت انه في تونس نجموا تعملوا حاجه تنجح صحيح ولا ضيعت محروس معناتها من اقوى ما فما حاجات بسيطه ريتها محليه وياسر وكنا نتابعوا انت تجي ماشي نقرا هو يقول تعالوا يا اصدقاء نبطل يعيط يركب يالك يجي وك ارنوبو ارنوب ولا زعلوبة زعلوبة ونسنوس اي اخي اللي يقول لك تعالوا جي انت اي تو كريم اللي يقول لك تعال من غير ما نصحك تعال نكملوا في صار ما صار صدق او لا تصدق قطوس يستنى في الكراهب حتى يشعل الضوء الاخضر باش يشق الكياس في اليابان مع العلم بعد شويه جانا يوكي يوكا اسمه يوكي يوكي من اليابان يوم يوكي اليوم يوكي باش يعمل معانا سكيتش عالم يلا تصدق صار ولا ما صارش صار ولا ما صارش عليه بيلي ما صارش بك ديما نظره سوداويه قطوس قطوس انت ديجا مريولك الباساج بيتون لا اخت لعبك اللي مخطط ولا محليه لا بليل اه حق راهو يسخدونا متعاركين مع بعض انا اصحاب نابز ورجعوا لا اصحاب راهو اي لا يلقى ندرس كذا اصحاب عملنا زود لها شويه قطوس قطوس بالحق قطوس قطوس في اليابان ولا في الطليان ولا في تونس ما مستحيل سامه فما مش ما يدورش غادي راهو كلوه هو علاه ما تصيرش شويه القطوس يتجهر بالضوء ما 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 جامش يغزل الضوء كيفاش رجع في الضوء احمر ولا شيء لحظه ستوب لا لا يحترم انا ريت كلب يحترم اشارات المرور تفرجوا في الفيديو معانا ايوه تفرجوا اني عايز اكون كده كده ايوه انت كنت باكيش من ده ايوه جدا شنو قاعد انا لهنا باش تشكوا في ذكائي ما هو ما غزرش للضوء لا الكراهب وفي وهو واقف اي عادش بيه هو شاف الكراهب جايه وقف وقت اللي ما عادش فما كراهب تعدى يجري عم باش تقول لي شاف ضوء لا 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 ثبتنا جات في مخي الملاحظه راهو الفيتير طويل شوفوه على الانترنت قعد واقف حتى وما فماش كراهب
ثبتنا فيه حتى ما فماش كرا مش قاعد يا اخي ما سمعتهاش اسمها هذيك سوسوكي قالت لك وطا وين ها معناها تتبع فيه اتصل معناها كان ياباني وقعدت به والله هي الشومه كيف لا اسمع الطفله ايش تحكي بس رينا يوكي بكري قالت زوز كلمه زايد عبد احنا عبد يتعدى يوحد مرفيت بعد فتوروت قلنا المرفيت توروت في 180 عباد تجي ومتعدي هكا عادي حاوس فمك البنات عرفتهم ولا مش الكل معناها فهمت مش البنات ما يتخشش فما البنات لا البنات فما بنات اقسم بالله تبدا تمشي في الدور وتتمخطر في الكياس هكا تبدا تمشي فهمت تحكي في التليفون وشنو تصوح بطفل وتقصها معاها ومش زاد ما خالتك شو وحبوك تزمر عليه حل عينيك لعماء في عينيك تمشي هكا لسان يضل منهم هذا نعرفه هذا بالعرعور هذا في العالم أنا نعطيك فازة في فرنسا في فرنسا مهما كان البيتون غالط لك راه بتقف بيه طلع صار ولا ما صارش طبيب نحى لمريض 39 مسمار كبير وبريكية وكوبون قل من معته صار ولا ما صارش وفي الجدير الله يلاقي صار نصبه في باب الزيرة ميقال معنا صار صارت نعرفها الحكاية عنده رخصة بتاع كان كايري في ماتش والله سيناو في الحرت لا مستحيل هنقول ما صار شوكاو ترى هطلب نهار لحد يقولوا لك مسكرين نهار لحد باي لا مستحيل هذا الكل بس هو اي فما عباد مدمن على ما كلت اسمه صار لا ما يصيرش مستحيل بريكية 39 مسمار 39 مسمار انت عطيتك بريكية سمارتي يخدم اي سيدي ما صارت وفي مصر شوفوا مع بعض ورينا كيف فما تصاور يا عجبكش فرش فرحان ياكل فيهم ولا شنو كيما كلها هو الراجل مريض نفسيا ياكل شو الباب حديد كل يسكب كفريه لا كيش كنا مو قطوع نفسه ياكل ياكل هاي مريض هذاك الكل في معدة المريض كان وصدق فرحان فرش طبيب في مصر يصدوا بالماء ولا في مصر انا فما فما على اليوتيوب فيديوهات في اغرب الاشياء التي وجدت في يصوروا يعملوا لهم سكانير ويعملوا مدري شنو كيفاش ياخذ فهمتش يا اخي ما قريش ما قطع شيء في الثنية ما عملت شيء لا بس يا اخي ما فهم عبيد تاكل الكزيز وعبيد فهم معاك كزيز عادي فحيدة بودف يلا احنا باش نمشيو لتخيل اخر نتخيلوا طبيب مثلا نسيخ خاتم عند مريض يلا تصفيقة كبيرة على بيا كريم الغربي بون الوغ مسيو سافا ميو توا الجرح بدا يتسكر بدا يتسكر بدا يتسكر بربي ولا بدا يتسكر نو سيريو اسمعني حالتك راهو ما تعجبش بالكل نعرف لا الجرح مازال محلول راهو يلزمنا نعاود نحلو مره اخرى ديزولي ما حلتوش ما اللي فاتت الجرح اي اوبليجي باش نعاود مره اخرى شنو حل سكر حل بكشي باب البالماريوم انا حل سكر الله غالب سامحني الله غالب الله غالب مره اخرى ما كورونديار في ماتي الله غالب شنو حل سكر اخي بورتيونات يا دكتوره يا دكتورة عايشك راني حس احساس مش عادي راهو لهنا والله يا دكتور وين هنا من غادي يا هذيك زعما شنيا علاش علاش تعاودوا تحبوا تعاودوا تحلوا باهي اسمعني نقول لك من الاخر قولي من الاخر روح ماقله لها قولي نسيت خاتمي ديامون غادي ها خاتمي ديامون غادي في كرشك نسيت الخاتم لهنا في كرشك اي اي خاتم ديامون اي خاتمي ديامون تراوري شنو شنو خاتم ديامون نسيتوه في كرشي والله كيما نقول لك والله زيد قولي نسيت الفارس وكل شيء يخدم مصرانتي شنو خاتم ديامون هذا اما يلزم حل يلزمني نعاود نحلك ونسكروه تتحل المشكله راه تحكي على تقول باب التواليت انت نعاود نحل ونسكروه فاش تحكي شي ما فيها نشق نشبك الخاتم ونسكر والله نسكر ما راه جيبي مخنجر انت شوكيني في يا دكتور انا ولا نقول شبيني نلصق في الحديد ولا العمل الكركم نسير البارح خرجت نصر في البوات لزقت في الباف سهرية كاملة أصحابي قاعدين ولا نسك في الباف والعبيد يتخيلوني مكل فريريت ما بيلزق في الباف والدياب والدكتور والله يا دكتور نسخايلة والله تعالك تناوراش لي أماني فضلك شق اجبد
ورجع شق جبد ورجع غنيرب غنيرب شق جبد ورجع بيه شوفي وين هاي شوفي من هنا شوفي قولي لي وين بالضبط الخط ميسي جسي جسي شو كيفاش توا لا تحس بحاجه لهنا لا هذيك حاره هندي ما كلها عندي معصوب منها لا هذيك زيدي ميسي اسمع زيدي ميسي زيدي ميسي غاد لا هذيك قوم 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 كليتو عند السيزيام هذيك قعدت على تابوري فسختها اش باش نعمل انا تنشق ونأمان السفاح هذا شنو شوق اللوج عليه ونجبدو تعرفيش كيفاش انت مدام انت ما تحبي تخرجي الخاتم بيه جيبي لي حكه هريسه بوكيل ونخرج لك صياغه انا جيبي لي حكه هريسه بوكيل توا غازي اسمع باش نحل ونشق ونخرج الخاتم وفيها سكيتش مش انا الخاتم اسمعوا اسمعوا الخبر هذا شوفوا نسيش تعمل ايوه اردنيه كانت قام من زوجها اللي مشى عرس بمراه اخرى خذت كرهبته وعقاب الليل وقعدت تمشي وتجيبها قدام الرادار عملت له خطايا ب 30 مليون فانتوا ريتوا مثلا رادار المرسى قعدت تمشي وتجي عليه ليله كامله 30 مليون خطيه ما لك هذا هم اخطا صارت نعرف المرأة نعرف تصير بيه نعملو نعملو احنا نسي نعملو والله دخلت عجبت ذكية والله مشيت ما غير عرك يكون 30 مليون ما عنده ما يشد عليها كل طريقة حضرية اي بطريقة حضرية ما غزور غزور يلا صار ولا ما صارش في تونس بتعطي فكرة برشا نسي هذي ما عادش خلي نفتح الدوبل بتاع فتح كرامتك ما عادش خليهم الكنام ولا تترجع على عمليات التجميل يحيى العدل والله يحيى العدل يظل يبيع مش من اللبس عليه خليه يرجع شوي فلوس اسمع الفن سمعتوا قال بيع مش تولي لبس عليها ترجع فلوس ولا ما نعرف انا تمنيت برجك قريت لك برجك مش ولا بس عليك صار ولا ما صارش وي في تونس في تونس اي في تونس لا تو مادام بيا فرحانه ما شاء الله نسي ورجال لا مش لا تعرف فلوس تو هنا مثلا ما شاء الله هنا 80% ما شاء الله 80% هنا من المجموع ما شاء الله البنات قولوا وي ولا لا وي سمعتوا كل واحد شكون يتقلق اللي يتقلق اللي عنده لي مويا وي مش عليه هو اللي يتقلق اسمع اللي يتقلق منها فما الناس ما تحبش العباد الكل كيف كيف راه تحبش العباد الكل كيف كيف انا وانتي وكل معناتها انا وكزواليه والعباد الكل ايزون لي مويان باش يعملوا عمليات تجميل معناتها ماذا بهم لا نوليو كشبابنا نشبهوا لبعضنا الكل ولا تحس روحك مسلسل تركي كلها ليه دون لوغ مويان باش يعملوا عمليات تجميل معناتها حتى طفله زواليه ما تجمش مثلا فما حاجات يحبوا يبدلوها طفله زواليه ما تجمش تنفخ شفايفها ما تجمش سي فغي سا كوت بريسك 400 دينار هي زواليه منخفضه فخان شفايف لا عادش تبي سامحني سامحني شو تقول هي قاعده المشكله كان عندنا سي فغي راهي الحكايه هذه اللي قالها هي اما بالله زوين يعني فزيت هكا بيت راسه في السطل الاخضر ما اخذت بالحق تو بيجي لك واحد زوين اللي بشي خامم في عمليه التجميل انت خامم بالطبيعه فما ناس عندها مشاكل لا سامحني اسمعني مشكلة اللي يحب يزين راه ما نحكيوش فما عباد عندها مشاكل في خلقتها يحبوا يصلحوا يحبوا يتروى في وجههم على هذيك عمليه التجميل فما تشوهات فما باغزومبل فما عمليه التجميل لا فما اللي تقعد لاباس عليها تخاف مثلا تكبر في العمر ولا حاجه تمشي تجبد تعمل بوتوكس فهمت والله هي حره هي حره تعمل بوتوكس تشبه هي لا لي مويان لهنيك والله انا ما فهمتش حاجه سور سو سوجي معناتها ديما اون روبروش لي شوز او فام مي جينيرالمون
راهو كيما رجال كيما نساء قاعدين نحفظ اون روبروش لجوزيفا والله بالعكس بالعكس سي فغي اون روبروش لجوزيفا وتوا الرجال ولاو يعملوا في بوتوكس ويعملوا في عمليه تجميل ويعاودوا خشومات ويعاودوا كل شيء مريم حتى حد ما ينتبه راه فما برشا سامحني فما برشا ممثلين وفي تونس رجال عاملين كل شيء صباع ساكل كبير منفوخ انا تنفخت خاطر نمشي شلاكه صغير نفخت صباع ساكل زرقت له لرتا لو كان كريم مركب ضلع لو كان لو كان بالحق معك تلقى امكانيات وطبيب طياره وديسكريت شنو تعمل عمليه تجميل تنفخ تفش انا لا فاش انا ما نعملش اوكي ديفو ليه عملت تجميل ما عادش ديفوات انا مش معناها بالعكس انا المراه تبدا ليها هي بروحها تكبس وجهها والكل محلاها محلاها فهمتي كيفاش تكبس وجهها تكبس وجهها من النار فات عبارة انا واحد شاد يجي يقول لك فما شكون ديما يتهكموا على مرأة مثلا تعاود حاجه فهمتني انا مثلا ما تعجبنيش شكل اللي فما فما بنات والله محليهم تبدا مصراره محليها حليلتها مصراره هاي تولي تحب تعمل كيما هذيك يدبروا على خاطر هما يدبروا على بعضهم تبدا في حانوت حجام ويقول لها شعمال تنفخ تصبح من غدوه عند نفسه فهمت تقول اعمل لي كيف فلان وهي ما يوديهاش نجم محليها فهمتني تكون لا كيما صار فما تبدل شفاف فما تبدل بالحق ما عادش كيما قبلت ما عادش ما عاد الصادق اللي نعرفوه بلا كاميرا يخزروا له كيفاش تبدل صادق قبل كان ضحكوا معايا الحد الو فوزي ايش قولك في قالته مريم كنت خواك تكبد لي زوم اوسي لا انا ماشي ثم لي زوم ثم لي زوم دافير وثم برشا يعني لا بالحق ثم شو قول حاجه انا اخويا شوف انا اخويا انا اخويا من منظوري انا اذا كان لا اذا كان اذا كان بالنسبه للانسان الخلقه تشوهت باش يغير في حاجه الطبيب وبمشاوره الطبيب اي اما واحد مثلا شوف ساعه مراكبيره تعمل في سيتيك تنفخ منها وتجبد منها وتسلف منها وتحط هنا 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 يعني لا والله شو اسمع ما تسلفتش من عند حد غريب لا فاهم اي لا تو مراكبيره تاخذ عمرها وعمر بنتها وعمر اختها وعمر غيرها يزي فيه بركه يزي من البلاد شكون عمرها حاجه اخرى تلقاها يعني ما عندكش فكره تو تتفرج في المسلسلات تاع في الخليج يعني شوف شاكان ليبر دو فار سكي فو سامحني بوتيتر والله شاكان ليبر دو فار سكي فو سامحني شتارات وي شنو كان عمرها كان عمرها 60 و 70 سنه كما تخرج تحب تنفخ شفايفها وكشي لي ليبر والله انا جو مو دوموند كمل يا خويا لا والله بحق ساعات تشوف مناظر يعني تشوف مرا كبيره منظرها يعني منظر بشع والله انا لن اخبر كيف شكون كيف شكون مثلا مثلا فمش مثال المراه اللي ريتها وريتها في مراه نسات يا الاف نسات شفناهم ولا الاف نسات شفناهم باهي المعروفين يا خويا صح الكلام يا خويا اللي عنده كلام صح عليه والله يا خويا من سبع كلام شويه لبس عليه صح عليه صار ولا ما صار؟ شو صار؟ مستحيل لا مش عارف شنو لا مستحيل من قبيل هابط نريش في الاخر ما تنساش في الاخر ما تنساش يلا اسمعني هذه حاجه ما تنجم كان ترجع لك هي على امراض عنده البوذ بيح ما ترجعلوش لك امراض كبيره ومزم ما يرجعوش خليه شنو هو؟ في لبنان فما قروض خاصة للتجميل. لا قروض بريفي هذيك. اي فما قروض للتجميل. لا هذوك قرض دار قرض مسكن قرض شفا قرض تحسين وجه قرض تحسين خشم نفخان شفا قرض شفا قرض خشم على السلامة خويا بلا نحب قرض شفا قرض شفا بيه
هذه الفكرة هذه الفكرة عجبت نورس ومنصف. سلام سلام منصف. آه. يا منصف. آه. يا منصف. آه. يا منصف. آه. يا منصوفتي. آه. يا روحي. يا بيبي. يا منصف. يا بعلولي. يا بيا أبعل بعلول في العالم. يا بعلي. بعلي. هيك بعلي. مصاحبه 100 متر في مرناق بعلي. ما انا قلت لك ماك العام انا راني سقوي سقوي مش بعلي. ايه شوف فيك سقوي حتى انت تشوف فيك وكل شربت. اسمعني منصف. اه حاشي بك في موضوع. اتفضل. باه سيدي انا قررت باش نعمل عمليه. عمليه انتحاريه؟ ان شاء الله في راسي. شو عملية انتحارية؟ شوف في بالي باش تموتي معناتها فهمتي روحك وباش عملية تجميل استيبيك. شنو هي؟ استيبيك. شنو هي؟ استيبيك. استيبيك. هي عملية استيبيك باش معناها نولي نشبه لليسا. إليسا. إليسا. إليسا بنت نبدأ نغني لك ليلة الألبس لك الأبيض. آمين يا رب العالمين آمين. معناها باش تعرس بي على قريب. لا لا نحب لبسك كفن وتعدى ديريكت للجنة. إن شاء الله في راسك. إن شاء الله في راسك. ديزودي. ديزودي. شنو؟ فريمون تو مفرونش مي. تكلمي تكلمي. ما نعرفش هذيك كي قلتها بالسوري ما عادش نعاودها. الاخرى على الاقل وانا كي مريم بالمامي ولا نحكي كي بالسوري زعما زعما. ولا كيف عاوز يصلي على النبي. خليني. واش بي؟ ما تحبنيش. نحبك والله نحبك. لا لا ما تحبنيش اسمع اجمع في القهوه راهو ما يحبنيش. اقسم بالله نحبك. لا لا ما تحبنيش. والله نحبك. كجيت تحبني. انا كجيت. كجيت تحبني. راك صرفت عليا وراك خليتني نعمل عمليه تجميل. يا بنتي شنو صرف عليك يا بنتي يا بنتي؟ انت يلزمك البنك المركزي باش تولي عبد الساعه مش وثاني حاجه يلزمنا قرض من الامارات. انت على وجهك راه بالان قرض من الامارات. اي على وجهك بارك. على وجهي بارك. اي شوفها منصف. ايه. انا باش ننبه لي البناويته كل عام لعمليه تجميل. سميره نافخه وجه. ايه. منية نافخه شويف. ايه. لامية نافخه. لا فهمتوني بالغلط فهمتوني بالغلط. نفخ اللوبي ومش طيب مرقه لوبي. ما عندهاش عمليه تجميل. اون بليس هاني اختك عامله عمليه تجميل وراجلها هو اللي مخلص. اي راجلها راجل الحمال. وانت ماكش راجل حمال؟ ها؟ واش بيك؟ واش بيك؟ واش بيك؟ واش بيك؟ هو راجل حمال وانت ماكش راجل. واش بيه هو راجل يعمل في العمال وانت ما تعملش العمال؟ ما نعملش انا ما نعملش. علاه العمال هذايا باش تخلص يا سيدي تعرفش كيف ايه؟ قد ما قهرتني برا يا المنصب كما ديما قهرني لحب تاخذني لحب الناس الكل عرفتني الناس الكل عرفتني وعرفت قصتني وقعدت تذكر توا لقضيتني هكا نمشي ونتصرف وحدي ونعمل عمليه تجميل وحدي وتنصرف الفلوس وانت بعدك تدخل. سيفيني سيفيني اي بابا والله ما نصرف ونجي نعمل عمليه تجميل وتبدا هابط على ركايبك ونبدا نضرب فيك بكف وانت تلعب وتقول لي ارجع لي ارجع لك كبري روحي قالت لي هاني باش نمشي كبري روحي اقعد استناني هنا جي بعدين ثلاثه تنرجع كبري روحي باهي اوكي الو دكتور نعمل عمليه تجميل ثلاثه نمشي للدكتور الو دكتور قداش يلزمني باش نولي كي ظافر عابدين نورس اخي هاك وليتي كيما ينزرني نورس شقاو لك؟ انت في بالك باش تطلع ليسا طلعت بيا الزردي؟ مش مشكل. كيفاش عملتي باش منين صرفتي؟ موني باتك الواحد نتاعك هذاك. شنو الواحد نتاعك؟ الواحد هذاك كي تمشي بيه وتجيك. انت ماكر؟ الله لتربحك، الله لتنجحك، هذاك في بالي باش نبيعه ونعم بيه انا عملية التجميل، باش نولي كظافر العبدية، الله لتربحك. انت تولي كظافر العبدية. اسمعني خليتنيش على الاقل طرف فلوس. خليت لك شوي تونه. مش كي شكون؟ باش تولي كي فوزي بن قمره. آه.
نمشي وتوا لبلاي كيدز. احنا تحية نفسية الأمور جدية. أمور جدية انت زادة اذا عمرك اقل من 12 سنه انزل بلاي وابعث لنا على 58 08. شكرا على المساجات. نمشي وتول تونس بخير مع بلال المساوي. مرحبا مرحبا بيك. مرحبا بالجمهور كالعاده. تصفيقه كبيره من الجمهور بارك الله عليه اليوم. هذا عمل دور على الفيسبوك وعلى انستغرام وناس شويه على التصاور وشويه على الاجواء في البروفيلات نتاع زعما المشاهير التوانسه. اكتشفت اقوى فوتو دو بروفيل في تاريخ تون في تاريخ العالم ما كان يتوقعها حد. فوتو دو بروفيل نتاع سمير لصيف. تحسها نتاع كابوسان زو السكر برصبك. هاي بيجي هاي تفرج عليها تفرج. كيما نعرف زاد ان المشاهير يحبوا ديما ياخذوا تصاور. كابوسان ناقص حليب. كيما نعرف زاد المشاهير يحبوا ياخذوا ديما تصاور. معلم كابوسان 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 مش كابوسان. كابوسان البوز هذيك نتاع كابوسان. كابوسان فهمتك. كيما نعرف زاد المشاهير يحبوا ديما ياخذوا تصاور مش كان هما حتى الناس الكل نتاع تصويره زعما خذني وانا ما في باليش. وهما يبداوا في بالهم. المره هذه مش كان التوانسة عندهم منها حتى اللي ستار في العالم كيما ريانا مثلا تاخذ تصويرة على البحر زعما في بلاش تلف. كيما مثلا اللي بعدها تاخذ زادة تصويرة في بلاش. كيما مارلين مونرو زادة من قبل كانت تاخذ تصور هي في بلاش. كيما ايفا مانديز زادة حتى هي نجلة زادة حابة تاخذ تصويرة هي في بلاش. شو كيفاش طلعت. مادام نحكيو على المشاهير برشا مشاهير عندهم طرق مختلفة. تحسوا البحر ما في بالوش. مادام نحكيو على المشاهير برشا مشاهير عندهم طرق مختلفة باش يعبروا عن حبهم للجمهور نتاعهم. واللي هي كانت الفازة اللي عملوها اللي يعمل قلب بيديه عرفت هذيك. كيما جاريث بيل مثلا كيما كي بونت ويعمل قلب. كيما اشر زاد حتى هو اشر يعمل قلب. كيما تايلور سويفت تغني تعمل قلب. بو كفو حب يعمل قلب يا اخي طلعت كلوة. Thank you.
زميلنا زميلنا لهنا زين العابدين المستوري فنان ساعد ومغروم واي فنان مغروم عنده الايدول نتاعو بخلافي انا زين عنده برشا ايدول اخرين الزين الايدول نتاعو يعيش معاه يقلده في كل شيء كيما لهنا مغروم بترافيس بيكل هذه ترافيس بيكل في فيلم درايفر ورينا تصويرته الزين تغرم بيه تضرب فيه هاو كيفاش طلع المشكلة غرام وما وقفش لهنا راه وصل حتى لوالتر وايت هذاك علاش خرج كيما هكا الزين هي مثل كان لاباس عليه هو راه وقفل كان تخيلوا ربي يهديه الفنان نور شيبة صاحبي برشا ونحبه هبة تصوير الجمعة اللي فاتت هو متكي في الصالون بتاعه يتفرج على فيلم هذا نور شيبة هو نور شيبة هو نور شيبة راهو حط تعليق على بروس ويليس قال له زيد خزر لي مليح حبيت يقول راهو هو مش يخزر لك انت هاول شنو هو يخزر تصفيقة كبيرة على بلال المساوي رجعنا للدفيات اللي نحبوهم المرة هذه على يا خامستي يا خامستي ليه عاد ليه عاد مازال عاد سيزون جديدة الدفي اسمه اجبد تلقى ما تحل قال فوزي يلا الدفي بين صادق وبلال يلا ميقالو باش نشوفوا تو مباشرة شكون باش يوصل أكثر ولكن خلنا نبداو نتستيو بيا بيا كان تمشي من الشيرة الأخرى باش تشوف الأرقام أوضح داكو باهي يلا باش نتستيوها صادق عمل لي جري خلنا نشوفوك بطريقة عادية وين توصل يلا من بعد بلال تراح صادق جرب لي جري جري صحيحة خمساش أنا هاو سيتو والله سي بيان صادق تراه قداش خلط بايا 15 تراه بلال نجربوا شوف ثلاثة وغزر ثلاثة يا نوف والله يصعب وزي لا تصعب وزي يا اخي بالحق مش من المفروض تراه صادق عندك مشكل ما عندي حتى مشكل جيست المنافس ضعيف وبرد هيا امشي عاود صادق عاود هيا امشي ما تمسش لا جناب صادق سينو ما انت تحسبش يلا طب صادق ما تمسش لا جناب هاي فازي صادق ما تمسش لا جناب 19 هيا هيا بلال هيا هيا بلال التحدي هيا هيا بلال فازي قديش؟ 12 بلال غير ما تسأل قديش؟ شي حشمة محاولة أخرى بلال بايا بايا قديش وصل بلال؟ 12 12 والله برافو هيا بلال دخلت ال 15 توا فازي قداش بايا خلاص 13 ونص اه برافو خليه زيد اه يا بلال اخر محاوله باش تفوت صادق يلا هو قداش اكثر وحده هو 18 اه يا بلال 1 2 3 فازي هيا بلال وي لا لا 14 يلا تصفيقه كبيره على بلال وصادق امور جديه متواصله